يسأل ويقول: ما حكم من لم يكفر الكفار؟ وجهوني حول هذه القضية وفقكم الله. من لم يكفر الكفار فإنه يكون مثلهم، يكون كافرا مثلهم، لأنه وافقهم على ما هم عليه من الكفر ورأى أنه غير كفر. لكن هذا في حق من يعلم ويعرف ما هو الكفر، أما الجاهل الذي لا يعرف ما هو الكفر فهذا لا يجوز له أن يكفر الناس بغير علم. نعم.